السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده يا جماعة أكلات جميلة، وبعدين برضو هي بركة العيش اللي في البيت. تاني 100 مرة نقول عليها بتعمر البيت. اللي انت عايز بقى تغير جو الموديل لأكل، عاملين أكلة مثلا وانت غضبان عليها، تقوم جايب الأكلة الحلوة دي. تمام، الأكلة كلها مميزة بصراحة. يعني أنا بحب الأكلة دي أصلا، أنا بحب الأكل اللي هو يعتبر شعبي، يعتبر شعبي والله الاكل ده. خلاص خدي يا حاجه كده جربي، بسم الله. امسكي كده، لا لا امسكي كده جربي. اللهم صل على النبي. تعملي كده ليه؟ بطلي تعملي كده، لازم تاكلي. هناكل وانت قاعده تبص عليه. خلاص، وبعدين هنبدا بقى ايه، نعبي اللبن الغريب الجميل ده اهو. الله الله، شوفوا يا جماعه، طبعا منتجات الالبان مفيش احسن منها في الدنيا كلها، ومن اهم الحاجات اللي في الدنيا كلها منتجات الالبان. فدي انا اعتبر الوصفه دي كلها ايه، اغلبها البان. طيب نخش بقى هنا نشوف المنظر ده. انت شفت طبعا المنظر ده، هتشوفوه. انا هسيبكم دقيقه كده واحنا بنعبيها عشان تبقوا عارفين ايه اللي جوه الساندوتش. هو ساندوتش روعه بصراحه. بسم الله. اللهم صل على النبي، حاجه حلوه قوي. هلا مساء، بص هلا كلي عشان تفتح النفس. العيش ده من امبارح يا جماعه احنا سخناه، حاجه تانية خالص.
ايه طعمه حلو. يلا ما تجيب ما اجيب لك لبن غايب هتجيب انت كوبايه معبي لك لبن غايب هكذا بس وده حبيب قلبي ألف هنا وشوف اشتغل بقى مخصوص من الرزق اهو لما دخل الفرن 5 دقايق رايق هجيلها هجيلها حلو اللبن ده مع الاكل ده
اه خاصة كمان أول يومين دول شوية الشوز كمان اللي نزلوا دول على أي زرع يخلوه طعمه جميل. يلا خاص والجرجير والشبت والكزبرة الخضرة دي مهمة قوي، ده موجودة كل الغطاء. افتحها لي يا ابني. حلو الزبادي ده حلو. يا سلام، شوف يقول لك قلب قلب خصاية، قلبك قلب خصاية، أجمل حاجة في الخصاية القلب ده. البطيخ لأنه بيبقى بعيد عن عوامل الجو. عيبكم يا جماعة منسوش قناة الأخبار، خلاص احنا بنبدأ بالتدريج، لازم اما تحب يعني نغير ايه بالتدريج، هنمشي خطوة خطوة كده. ممكن تلاقوا فيديو ليا، فيديو لابن عمي فتحي الله يستره، أصل مش في أي وقت بلاقيه يعني. تمام، المهم دي خلي بالكم من قناة الأخبار وقناة الشوكولاتة، اشتركوا فيها، خشوا على المنتدى. أشوفكم بخير، سلام عليكم.